بالتزامن مع دخول الموسم السياحي الشتوي للعام الحالي وتدشين أعمال التطوير والتجميل في نطاق محافظة الأقصر لتحسين الصورة البصرية، سلطت صحيفة التايمز العالمية إحدى أقدم الصحف البريطانية الضوء على محافظة الأقصر واختيارها ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2025. بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. صحيفة التايمز البريطانية نشرت تقريراً بعنوان أفضل 17 مكاناً للزيارة في فبراير 2025، حلت فيه الأقصر في المرتبة الثامنة بعد المدينة الأمريكية نيو أورلينز التي حلت في المرتبة الأولى، وعدد التقرير مميزات الأقصر ومقوماتها كوجهة سياحية تناسب كل الفئات ومدى دفء الأقصر في فترة الشتاء، حيث الشمس الدافئة والوقت المثالي للجولات والزيارات والاستمتاع بزيارة المناطق الأثرية.